بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في قناة ربيع الزيات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. درس النهاردة ان شاء الله هو عبارة عن طبق فاكهة او رسم طبق فاكهة. رسم طبق فاكهة انا بشتغل برضو بالالوان بتاعتنا صايبة سلفين. ادي اللوحة بتاعتنا مدهونة صايبة سلفين نص لامع. ببدأ اخد خط رأسي وخط أفقي زائد عشان أحدد سنتر اللوحة تقريبا. ومن الشكل اللي احنا شايفينه هنرسم ده طبق. هدي قوس تقوس كده شمال ويمين، وقاعدة الطبق بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. الألوان يا جماعة اللي بنشتغل بيها هي صيبس 2000. نعمل مثلا هنا شقة البطيخ، بالشكل دوت. هنعمل ان في مثلا ده بذر مثلا، هنخلي جزء منها متداري في الطبق. المفروض ان هو في جزء كبير متداري في الطبق، بس انا هخلي جزء صغير متداري في الطبق. ومثلا دي برتقانة مثلا، وفي مثلا برتقانة تانية أعلى شوية أو في الخلفية. أحاول أظبط الدايرة بتاعتنا. تمام، الجزء ده مثلا واحدة فراولة مثلا. اللون اللي انا بشتغل بيه ده يا جماعة لون اسود ومخفوف بمية. نرسم مثلا واحدة بعيدة شوية، ابعد شوية. هي الرسمة اللي احنا بنرسمها دي ما فيهاش حرفية قوي، لكن هي طريقة رسم المبتدئين. ويا رب نكون نقدر نوصل المعلومة. ده مثلا موز، يا رب نقدر نوصل المعلومة للمتابعين على القناة. نرسم هنا مثلا تفاح مثلا او مشمش. انت تقدر تنوع طبق الفاكهة بتاعك زي ما انت عايز، وتحط اي حاجة في المكان اللي انت عايزه. بس انا حبيت اعمل توازن ما بين البطيخ هنا والموز هنا، بحيث ان هو عامل معايا قوس يلم لي جميع الفاكهة الموجودة. دي جوافة مثلا، ده عنب، الرسم يا جماعة اللي انا بقدمه ما هوش بالاحترافية العالي قوي، ولكن يا رب اكون اقدر اوصل المعلومة للناس، عشان في ناس كتيرة بتبحث وما بتلاقيش حد يقول لهم على المعلومة كاملة. نبدأ مثلا باللون الاحمر. هندي الاول يا جماعة برضه عشان نبقى واخدين بالنا، هندي الاول كل حاجة لونها كلون سادة، بعدين هندي الحاجة لونها تاني ونعمل فيها تأثير زي ما انا ما بعمل دلوقتي في اللون مثلا الاحمر. هبقى اديله غمقان شوية كده، ادي سنة اسود في الحرف بحيث يدي معايا غمقان، او يدي معايا اللون الاحمر الاحمر الشديد المقفول ده. مثلا هيبقى برتقان، البرتقان ده اصفر واحمر، احط سنة احمر وعليها سنة اصفر واقلب على اللوحة نفسها. ممكن اقلب بره وممكن اقلب على اللوحة عادي. انا كده هدي، بصوا يا جماعة وانا في الالوان، بالنسبة للالوان اقدر اعدل زي ما انا عايز، ما بلتزمش قوي بالخطوط اللي انا بعملها. تمام، هدي اللون ارضية كحاجة اسمها بطانة مثلا،
رغم ان انا بشتغل على سايبس 2000 برضو، الا ان انا هدي بطانة في الاول بحيث لما اجي اعمل الشغل بعد كده تأثيري مثلا الفاتح والغامق فيها يبقى موجود معايا ارضية تستر معايا الابيض اللي تحت. درجة الموز مثلا الأصفر اللي عليه سنة بسيطة كده أسود، تمام. أنا بدي له ألوانه ألوان صريحة عادية خالص، ما بديش فيها أي تأثير. ده مثلا هنقول ان هو عنب، مثلا عنب احمر، فبدي الفرشة فيها لون احمر وسنة ابيض. وازود انا من عندي في بداية التعليم يا جماعة للرسم، أنا كان في حاجات بتقف قدامي مبعرفش أرسمها، فكنت أقعد أبحث على اليوتيوب ألاقي الشخص اللي بيعرض شغله ما بيشرحش حاجة. طب مثلا لو رسام أجنبي، معلش أنا في اللغة ضعيف شوية، فمش هفهم برضه هو بيقول إيه أو بيحط إيه على إيه، لكن أنا ببقى شايف الألوان بتاعته وحركاتها. فقررت إن أنا أعمل القناة ديت بحيث إن أنا اقدر اوصل المعلومة للناس، وفي نفس الوقت انا برضه هستفاد لان انا هبدأ ابحث على فيديوهات جديدة وابدأ اعملها بحيث ان انا ازداد خبرة في الشغل، وفي نفس الوقت افيد نفسي وافيد غيري. في ناس كتيرة بتبخل بالمعلومة ومش عارف ده ليه، مع ان الصح ان انت لو عندك علم المفروض ان انت ما تكتمش العلم اللي عندك عشان ربنا يكرمك، حتى في شغلك يكون عندك أمانة شوية في العمل. بندي يا جماعة كل حاجة ألوانها الصريحة، مثلا الجوافة خدت اللون الأصفر وعليه سنة أخضر، المشمش ده أو التفاح مثلا واخد مثلا الأصفر فاتح أصفر وعليها أبيض، وبعدين بديله سنة أحمر. دي مثلا فراولاية هو تهديها اللون بتاعها الأحمر. تمام، نبدأ أعمل القشر، قشر البطيخ لونه أخضر مثلا. ودي برضو ليه الفراولة مثلا اللي اسمه ايه القمع بتاعها. وممكن برضه احط ايه اخضر على اسود كده، وابدأ اعمل العناقيد بتاعة العنب مثلا، وفي ورقة بدي شكل الورقة، مش شرط ان انا اديها شكل الورقة بالظبط، يعني حاجة كده ايه تبقى فيه تناسق شوية، ان انا رامي اخضر هنا واخضر هنا، في جزء هنا فاضي هعمله اي لون على اساس ان في حاجة ورا مثلا، اي حاجة وراها بطيخ ورقة اي حاجة كده. خلصنا الجزء اللي فوق بان انا اعطيت له ارضية. هبتدي تأثير بقى ايه، يعني نعيد العنب كده ازود سنة احمر، طبعا اللون لسه ما يشوفش معايا، فبدي اي تأثير في شكل العنقود، زود احمر مثلا كده، ضربات حمراء في على جانبين الجوافة مثلا والموز بحيث ندي غمقان شوية او عمق شوية في عنب بارز وعنب بعيد، ونسيبها تنشف. وبعد ما تنشف نكمل مع بعض. بعد ما اللوحة ما نشفت هنبدأ نعيد عليها تاني
في أجزاء هنعلي عليها وفي أجزاء هنبدأ نرسمها من الأول. نبدأ مثلا اهوت العنب مثلا، هاتي جزء احمر احمر على ابيض، وابدأ ادي اجزاء من العنب فاتحة شوية لبره تحس ان الضوء مثلا ضارب فيها، والاماكن البعيدة مش ضارب فيها قوي. احنا قلنا يا جماعة الطريقة، انا بعمل طريقة مبسطة، فيما بعد ان شاء الله ربنا ييسر واشرح لكم الشغل بحرفية اكتر من كده، لكن انا برسم دلوقتي حاجة للمبتدئين بحيث ان هو يقدر يتابع معانا كمحترف. بدي الارضية بتاعتنا بتاعت الاصفر زي ما عطناها في الاول، وانت بقى سنة ابيض افتح شوية الموز، هو كده شكله لسه مستواش لكن هنغمق شوية علشان يدي درجة اللون بتاع الموز نفسه، اللون الأصفر شوية أصفر وعليهم سنة أسود، وأبدأ أدي الخطوط اللي احنا شايفينها دي بحيث يدي معايا لفة صباع الموز، يبقى باين ان في جزء واطي وجزء عالي. الجوافة بندي اصفر وابيض وسنة اخضر، ابيض واصفر وسنة اخضر، بحيث يدي ان من انطباع ان الجوافة ناضجة مستوية. وبرسم يا جماعة برضو كالعادة زي ما شفتنا في رسم المناظر، بنبدأ من الأماكن البعيدة، فبنرسم برضو الأماكن البعيدة الأول. بصوا عطينا نص الحبال اللي قدام، نص الفاكهة اللي قدام جوافة، نص مثلا أبيض ونص غامق عشان يدي انطباع إن الجزء الحباية دي أو الحباية الفاكهة دي قدام التانية. ندي برضو جزء أبيض اهوت من هناك، بص كده اعطانا انطباع ان الجزء الحباية دي قدام دي، شايفين الدرجة دي، الغمقان ده بيدي من غامق على فاتح ومن فاتح على غامق، بيدي انطباع ان دي ورا دي. احنا بنرسم جزء البعيد الاول، بنبدأ نقرب سنة بسنة، دي حاجة كده ايه فرع بسيط كده بيدي شكل ورونق في الحباية اللي هو القمع بتاعها. نيجي المفروض ان هو تفاح او مشمش، بس هو هنقول ان هي مثلا حباية تفاح، الشكل بتاعها مختلف شوية. هبدأ افتح اللون، اللون الابيض، بص كده كأن في جزء القمع دوت في النص، وانا هبدأ افتح الجزء اللي هو ضارب فيه الضوء زي ما احنا شايفين كده، واسيب الجزء اللي فوق اللي احنا سيبناه دوت. تمام، الفراولة بندي اللون الأحمر وعليه سنة أسود بسيطة بحيث يدي معايا غمقان وبحاول وأنا برسم يكون معايا فرشة أقدر أتحكم فيها بحيث إن أنا إيه ما أدخلش بلون على لون،
او ان انا ادخل اللون ده يخبط في ده، او الفرشة بتاعتي ما تكونش فيها يكون فيها شعر زيادة. نبدأ نعمل نقط في الفراولة باللون الابيض بسن الفرشة كده، وهي لسه اللون طبعا لسه ما نشفش، فبنبدأ نضرب ديت تدي معانا تأثير كويس في شكل الفاكهة. البرتقال نبدأ نجيب بقى اللون البرتقالي، هعمل الحباية البعيدة الأول احط اللون البرتقالي وابدا اخف الجزء اللي فوق بلون ابيض وسيح البرتقال اللي معانا مع اللون الابيض زي ما احنا شايفين كده. تمام، برضو هنلاحظ ان الجزء اللي في البرتقانة من فوق فاتح ومن جوه اغمق، فانا ببدأ اغمق شوية بدي ضربات غامق برضو بحيث ان هي تظبط معايا شكل البرتقانة وتدي معايا اتجاه الضوء اللي ضارب في الفاكهة، فعط معايا فاتح وغامق. كذلك برضو من هنا هندي البرتقال بتاعنا ومن فوق اللون الابيض سنة أبيض خفيفة قوي، لأن الأبيض الألفين دوت بيغطي على أي لون. تمام، الأبيض ده جه زيادة شوية فهنحاول نديله سنة غمقان، نبدأ نضربات كده لساعات الضوء الخفيفة على برتقانة. تمام كده البرتقالة دي خلصت. نبدأ نظهر القمع بتاعها، بيبان الشكل كتير زي ما احنا شايفين كده. اللون الأحمر احنا انتهينا منه، فهنعمل بس شوية بذر كده، وهكتر البذر عشان محدش ياكلها. ضربات عشوائية خالص باللون الأسود، وهدي هنا سنة كده باللون الأسود كقمع للتفاح مثلا. اللون الأخضر اللي هو في البطيخ اللي هو القشر بتاع البطيخ، أحاول أظهر اللون بتاعه عن كده، أحاول أفتح اللون بتاعه شوية عن كده. طبعا أنا برسم الفاكهة فوق وما رسمتش لسه الطبق، عشان الطبق المفروض ان انا هغطي على كل الفاكهة لان هو بره خالص. جبت لون فاتح، تمام، نديله سنة غمقان كده. تمام كده اللون الاخضر تمام. دي برضو احاول اظهرها، ليها سنة اخضر. كده هنبدأ نرسم الطبق يا جماعة. لاحظوا حاجة، لاحظوا الفرشة فيها لونين، لون غامق ولون فاتح اللي هو اللون الأصفر وعليه سنة أسود أو درجات البني. بدي في الفرشة بخلي الفرشة فيها لونين أبيض وبني، وأبدأ أخد الخطوط بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. بصوا يا جماعة، أنا عملت الخط الأولاني الفرشة فيها أسود من هنا أو بني من هنا وأبيض من هنا، وهبدأ أخد الخطوط بتاعتي عدلة جنب بعضيها كده.
تمام. ولو حسيت ان اللون مش هيسحب معايا هقوم مزود ميه واشتغل عادي ده جنب ده، بحيث ان انا مطلعش برضو بره رسمة الطبق نفسها. خلي الفرشة فيها لونين، لون ابيض ولون بني، وابدأ اتحرك حركة افقية على اتجاه السبت بحيث ان انا مطلعش بره الخط اللي انا عامله. برضو طبعا الارضية اللي تحت معمولة 2000، فبيخلي اللون يسحب معايا كويس مفيهوش اي مشكلة. بصوا بقى يا جماعة انا هعمل ايه، هعملها زي السبت كده، خوص، حاجة خوص كده متضفرة ببعضها. هبدأ اخد خط كده، الفرشة فيها لونين برضو، واقطعه من هنا جاي هنا، وده قاطع هنا جاي هنا وقاطع هنا، وابدأ اعمل العكس قصاده، واحدة واسيب واحدة، واحدة واسيب واحدة، ارصها كده جنب بعضيها كده واحدة بواحدة وبراحتي وما فيش اي مشكلة. احط الفرشة بتاعتي عدلة من فوق، مش فرشة مدورة ولا حاجة، وابدأ ادي ضربات بالفرشة زي ما احنا شايفين كده، خطوط رأسية متقاطعة مع بعضها كأنها زي الضفيرة كده متضفرة في بعضها، الخوصة دي تحت دي ودي من فوق دي بنفس الشكل اللي احنا شايفينه دوت. تمام كده النص ده خلص، هنعمل النص التاني. انا بشتغل بسماكة اللي هي عرض الفرشة، عرض الفرشة بتشتغل معايا طول وعرض، هي عرض الفرشة بتشتغل ايه اتجاه واحد. بس خلي بالكوا لحسن تتوهوا، لان انا بدأت اتوه وانا برسم. تمام وبكده نبقى خلصنا الدرس بتاعنا، واشوفكوا على خير في درس جديد. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.